بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند، حلقة نهاية الأسبوع. وبالتأكيد عندنا أحداث مهمة جدا خلال الفترة الحالية، وبالتأكيد الحدث الأبرز والأهم كأس العالم فيفا قطر 2022، وكمان هنتكلم على انطلاق مباريات الدوري العام النهاردة في 3 مباريات، وكمان عندنا استعداد لمباراة الكأس أمام المقاولين العرب، وعندنا أخبار إفريقية مهمة جدا متعلقة بقرعة مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية. ولكن قبل كل ده بالتأكيد النهاردة الحدث الأهم والأبرز الحديث عن حفل توقيع عقد الرعاية ما بين النادي الأهلي وشركة اتصالات مصر. حلقة فيها كواليس وأخبار مهمة جدا، لكن نبدأ حلقة النهاردة بسؤال حلقة اليوم. وسؤال حلقة اليوم، عايز أعرف رأيكم في التقنية الجديدة لاحتساب الوقت المحتسب بدل من الضائع في مباريات كأس العالم. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الأخير إن شاء الله بإذن الله هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم في هذه التقنية المتعلقة بالوقت بدل الضائع والتعديلات اللي بيدخلها الفيفا في بطولة كأس العالم. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي يوقع عقد الرعاية مع اتصالات مصر، وكمان اتجاه لإقامة قرعة دوري أبطال إفريقيا في ديسمبر المقبل. وفي ترند المونديال، المنتخبات العربية تواصل تألقها. جدول مباريات اليوم، واليوم بالتأكيد فيه مباريات عديدة، ولكن بالطبع كمان عندنا مباريات محلية بالتزامن مع مباريات كأس العالم. نبدأ بمباراة اليوم في كأس العالم، والنهاردة البداية كانت حوالي الساعة 12 من ظهر اليوم، واللي فيها قدر المنتخب المغربي يتعادل مع المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم الماضية بالتعادل السلبي 0-0. منذ لحظات انتهت مباراة ألمانيا أمام اليابان بفوز المنتخب الساموراي الياباني بهدفين مقابل هدف، نتيجة جيدة ومميزة للمنتخب الياباني. الساعة 6 بإذن الله وبعد الحلقة مباشرة إسبانيا هتستضيف كوستاريكا، وفي الختام النهاردة منتخب بلجيكا يستضيف كندا، وهذه المباراة ضمن مباريات المجموعة اللي فيها منتخب المغرب وكرواتيا. نروح لمباريات الدوري المصري، وانطلاق النهاردة عدد من المباريات المؤجلة في الجولة الرابعة من الدوري المصري. الساعة 5 بدأت منذ لحظات 3 مباريات في توقيت واحد، فيوتشر بيستضيف أسوان، بيراميدز بيستضيف البنك الأهلي، وفاركو بيستضيف الإسماعيلي. دي أبرز مباريات اليوم وجولة من المباريات المحلية والمباريات الدولية، وبالطبع مباريات كأس العالم تحظى باهتمام كبير جدا من جماهير الكرة المصرية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لأبرز الأخبار والمعلومات والكواليس في فقرة ترند ترند. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا النهاردة الحدث الأهم بالنسبة لنا كأهلوية أو حتى أي حد بيحب الكورة، بيحب الاستثمار في الكورة وصناعة الرياضة، أكيد النهاردة هيكون مبسوط لما يشوف حفل توقيع عقد الرعاية بين النادي الأهلي وشركة اتصالات مصر. شركة اتصالات مصر هو الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي للنادي الأهلي، وحفل التوقيع النهاردة بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وقيادات الشركة. أعلن النادي الأهلي في وقت سابق أن شركة اتصالات مصر هي الشريك التكنولوجي والراعي الرئيسي للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة. جاء ذلك في إطار استراتيجية نادي القرن الجديدة لتسويق حقوق الرعاية بالتعاون المثمر مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، وحرص الشركة العملاقة التي حققت نجاحات تكنولوجية رائعة في السوقين المصرية والعربية على تقديم خدمات مبدعة في مجال الاتصالات، بجانب توسيع قاعدة انتشار علامتها التجارية، وأيضا استثمار الشغف الكبير لجماهير الأهلي لمتابعة ناديها في تجربته التكنولوجية الفريدة تحت شعار بنحب الأهلي. في المقابل يسعى النادي الأهلي صاحب البطولات والإنجازات التاريخية على كافة المستويات لاستثمار علامته التجارية القوية في الاستمرار في تفرده في إنجاز عقود تسويقية تحقق طموحات أعضائه وجماهيره العظيمة. شايفين قدامنا طبعا تبادل الدروع ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الإعلان عن التعاقد مع شركة اتصالات مصر، وأكيد هذا الإعلان بيعكس بقدر كبير قدر وقيمة النادي الأهلي وتاريخه وشعبيته الكبيرة من خلال الشراكة الاستراتيجية مع واحدة من أكبر شركات الاتصالات في الشرق الأوسط لتكون الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي للنادي خلال السنوات الأربع
القادمة. كلنا عارفين طبعا عراقة النادي الأهلي نادي القرن اللي مر على إنشاؤه 115 سنة، وبطولاته التي وصلت إلى 144 بطولة محلية وقارية. العلاقة مع شركة اتصالات مصر بدأت طبعا كلنا عارفين منذ سنوات طويلة، وهي شراكة ناجحة بيسعى النادي بالتأكيد إلى استمرارها في السنوات القادمة من خلال هذا التعاون المثمر واللي بيحقق أهداف ناجحة بالنسبة للجميع. كان في كلمة مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب في هذا الحفل، تعالوا نسمع ونشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب ثم نواصل باقي أخبار هذا الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر ومؤسستها وأهلها بخير ودايما إن شاء الله في أمن وأمان. في البداية بنرحب بالمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، وبنرحب بكل السادة الحضور والإخوة الصحفيين والإعلاميين. الحقيقة النهاردة يوم من الأيام السعيدة بالنسبة لينا كلنا كأهلوية. الحمد لله يوم بيبين قيمة وقدر النادي الأهلي وتاريخه وشعبيته الكبيرة. يوم يخليك دايما تعتز بناديك وتفخر بيه، لأنه نادي تأسس على الوطنية وعلى مبادئ وقيم تتوارثها الأجيال. تعتز وتفخر بناديك لأنه أحد أندية القمة في العالم الأكثر تتويجا بالبطولات والإنجازات الرياضية، ولأنه دايما رائد في كل شيء. والحمد لله رب العالمين، زي ما كلكم عارفين أول ظهور للرعاة في مصر كان على ملابس النادي الأهلي، والكلام ده كان في أواخر السبعينات. من الوقت ده وكل بدأت مجالس إدارات النادي مجلس ورا مجلس يفكروا إزاي نطور أنفسنا، وإزاي يعني بالذات في مجال الدعاية، وإزاي نضاعف القيمة قيمة المردود للنادي الأهلي، وبالتالي قيمة النادي الأهلي وشعبيته وتاريخه. إزاي بنجتهد لنكون عنصر جذب للرعاة ونحافظ لهم، إحنا لينا كمان دور مع الرعاة، إزاي نحافظ لهم على أفضل فرص استثمارية ونوفر لهم مزايا وفوائد تحقق أهدافنا وأهدافهم. النادي الأهلي يا جماعة والحمد لله رب العالمين بيملك شعبية وجماهيرية تقريبا كده، أعتقد يعني ما فيش نادي بيتمتع بيها زي النادي الأهلي. النادي الأهلي كمان أحد الأندية وهو من الخمسة الأوائل في العالم المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، وكمان بيملك محتوى رقمي بيضمن للرعاة الظهور بمعدلات كبيرة جدا على المنصات الإعلامية. هو ده النادي الأهلي، علشان كده فطبيعي جدا جدا أن تكون الهدف الأول والرئيسي لكل الرعاة لقيمة وتاريخ وشعبية الأهلي. والمهم كمان وانت بتتعاقد مع الكيانات والمؤسسات الكبيرة، وكمان بتتعاقد بالقيمة التي تعكس عراقة النادي الأهلي اللي مر على إنشاؤه أكتر من 115 سنة، وبطولاته اللي وصلت ل 144 بطولة محلية وقارية ودولية. هي دي قيمة نادي القرن في أفريقيا. النهاردة احنا نتعاقد مع واحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط، شركة اتصالات مصر
اللي هتكون إن شاء الله الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات جاية بإذن الله. لو اتكلمنا عن العلاقة المميزة اللي بتربطنا بشركة اتصالات، الحقيقة العلاقة دي بدأت من سنين طويلة زي ما شفنا وزي ما شفتوا حضراتكم في الفيديو اللي اتعرض من شوية، وكانت شراكة ناجحة بيننا، وبإذن الله سنسعى سويا للنجاحات إن شاء الله نجاحات أخرى، وإحنا والشركة سعداء بهذه الشراكة وسعداء بهذا التعاون، وإن شاء الله يكون تعاون مثمر للنادي وللشركة. مش عايز أنسى أشكر الشركة المتحدة للتسويق الرياضي اللي هي المسوق الحصري لحقوق رعاية النادي الأهلي، وعايز أشكر مهندس سيف الوزيري وكل الإخوة القائمين على هذه الشركة الوطنية. وبعد الشكر لله سبحانه وتعالى، الشكر واجب وضروري للشريك الأساسي لكل إنجازات ونجاحات الأهلي، الشكر لجمهور الأهلي، الجمهور الوفي، السند والداعم دايما للنادي وفي كل المواقف. واتمنى من جمهورنا يكون داعم ايضا، ويكون داعم برضو لكل شركاء النادي ورعاة النادي، علشان كلنا بنسعى لهدف واحد وهو مصلحة الأهلي، ونجاح شركاء النادي جزء أساسي من نجاح النادي نفسه. في النهاية عايز أقول حاجة مهمة جدا، الشراكة اللي بنعلن عنها النهاردة هي شراكة بتؤكد إن مصر ومؤسساتها قادرة على جذب الاستثمارات الكبيرة وقادرة كمان على النجاح. وهنا مش عايز يعني لازم كلنا نكون فخورين جدا ببلدنا، لأن اللي حصل في مؤتمر المناخ 27 ده كان حديث العالم كله، وأعتقد إن نجاحاته في كل الأمور وصلت للعالم كله. وكمان دور الدولة اللي بتقف دايما وبتساند كل المؤسسات الناجحة، وده أكيد هيدفعنا وهيخلينا نشتغل أكتر وأكتر في اللي جاي. المهم إننا كلنا نكون مع بلدنا ومع مؤسساتها الوطنية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. علشان بإذن الله نتخطى كل التحديات اللي جاية. في النهاية بشكر حضراتكم وأشكر كل الحضور، أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسائل مهمة جدا وجهها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في هذا الحفل لتوقيع عقد الشراكة مع شركة اتصالات مصر، ورسائل واضحة ومباشرة ومحددة. وفي الختام بخصوص هذه الكلمة، يمكن الكابتن محمود الخطيب أكد على قدرة المؤسسات المصرية على جذب الاستثمارات الكبيرة في ظل مساندة كبيرة من جانب الدولة، خاصة بعد النجاح الكبير لمؤتمر المناخ ورسالة مصر للعالم، مما يمثل دافعا للجميع من أجل مزيد من العمل والتعاون مع المؤسسات الوطنية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخطي جميع التحديات. كلمة مهمة ورسائل مباشرة، وكل التوفيق يا رب بإذن الله للنادي الأهلي نادي القرن في هذا النجاح المميز كناحية تسويقية ورعاية جيدة جدا خلال ال4 سنوات القادمة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل مع بعض باقي تفاصيل برنامج الترند. طيب، من حفل عقد الرعاية مع شركة اتصالات مصر لموضوع مهم جدا، رغم أننا كلنا مشغولين بالتأكيد بحفل عقد الرعاية وكمان كأس العالم في قطر، لكن الاتحاد الإفريقي النهاردة كده في أخبار طلعت وفيها كواليس وتفاصيل غريبة شوية. كلنا عارفين أن كان في معاد محدد مسبقا من قبل انطلاق كأس العالم، أن كانت تتعمل قرعة مسابقتي دور الأبطال وكأس الكونفدرالية في القاهرة، والكلام كان على يوم 26 نوفمبر الفترة اللي فاتت، يعني أقصد قبل انطلاق كأس العالم. تمام؟
قيس فجأة النهاردة حصلت اتصالات ما بين مسؤولين في الكاف مع عدد من الإدارات المسؤولة عن التسويق لحفل القرعة وإقامة حفل القرعة الفترة الجاية، والكلام اتغير بعد ما كان إمكانية إقامة القرعة بعد كأس العالم نتيجة التأجيل اللي تم الفترة اللي فاتت اتقال لك لا أجلوا القرعة وهتتعمل يوم 12 ديسمبر. 12 ديسمبر ده هتبقى في ظل المباريات النهائية والختامية من كأس العالم فيفا قطر 2022، وبالتالي من وقتها هيكون فاضي عشان يركز مع قرعة مسابقتي إفريقيا في ظل أن الكل يكون مشغول في كأس العالم، وانت بتتكلم قبل 6 أيام يعني داخل على مرحلة السيمي فاينال والمباراة النهائية. بالإضافة لده حسب معلوماتي أن في 3 مسؤولين من الاتحاد الإفريقي حاليا موجودين في قطر لهم دور مهم جدا في التنسيق العام لمباريات كأس العالم. هو جرى العرف دايما أن الاتحاد الإفريقي بيكون ممثل منه في بطولات الفيفا ما يقرب من حوالي من 20 ل 25 مسؤول، لكن المرة دي 3 مسؤولين فقط تم اختيارهم من الكاف عشان يكونوا شغالين في الاتحاد الدولي أو مع مسؤول الاتحاد الدولي في كأس العالم، من ضمنهم سامسون أدامو وده مسؤول أو مدير إدارة المسابقات، وخالد نصار مدير المسابقات في الكاف. وبالتالي اللي هيشرف على مراسم القرعة سامسون أدامو وخالد نصار، هل هيجوا من قطر يحضروا القرعة يوم 12 ويرجعوا تاني قطر؟ الله أعلم. هل الميعاد المبدئي اللي اتقال النهارده ده خد كونفيرم من إدارة المسابقات وأدوا موافقة رسمية على الميعاد ده؟ برضو الكلام ده لسه غير مؤكد، ولكن المعلومة اللي احنا مهم جدا نأكدها لحضراتكم، بعد تأجيل القرعة النهارده في كلام طلع إن القرعة تكون يوم 12 ديسمبر، وفي خطاب على فكرة بالمناسبة، في خطاب اتبعت بالمعنى ده من إدارة التسويق عشان القرعة تتعمل في نفس المكان اللي كانت هتتعمل فيه المرة اللي فاتت. يعني كان في اتجاه ان ممكن تخرج بره القاهره لو بعد كاس العالم، لكن الكلام النهارده الجديد ولسه ما بقاش رسمي، يعني لسه الكلام النهارده اللي صدر ان هتبقى يوم 12/12 في القاهره في نفس المكان اللي كانت بتعمل في القرعه المره اللي فاتت، ولكن خلال ال 48 ساعه اللي جايه هيكون في تاكيد رسمي، لان وقتها بعد ما يتم الموافقه على هذا الميعاد وبعد الاتفاق على كل التفاصيل هيتم ارسال دعوه لكل مندوبي الانديه عشان ممكن تكون حاضره مراسم القرعه يوم 12/12. من هنا لغايه لما يتم التاكيد بشكل رسمي ان شاء الله باذن الله هنكون معاكم ونقول لكم كل الاخبار والكواليس والمعلومات المؤكده والرسميه بخصوص حفل قرعه مسابقتي دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه، ولكن كل دي كواليس بتدار خارج المشهد وخارج الصوره الرسميه، وده اللي تم النهارده صباح اليوم الى ان يتم التاكيد من الموعد النهائي خلال الساعات اللي جايه. كلنا عارفين الاهلي طبعا تصنيف اول في هذه المسابقه مع الترجي والوداد والرجاء، وفي التصنيف الثاني الزمالك وصن داونز وحريه كوناكري، ثم بقى التصنيف الثالث والرابع في انديه سودانيه انديه جزائريه، بطوله قويه جدا فيها ما يقرب من حوالي 19 انديه عربيه، ودايما دوري الابطال بتبقى منافسه هي القويه. كمان بيراميدز موجود في التصنيف الاول في الكونفدراليه، وفيوتشر في المشاركه الاولى تاهل لدور المجموعات في انجاز طيب جدا لاحدث فريق مصري بيشارك في المسابقات الافريقيه. طيب نروح بقى لاخبار المران. النهارده كان في تدريب صباحي لفريق النادي الاهلي في ملعب مختار التتش بالجزيره، التدريب نقدر نقول العناصر الرئيسيه كلها كانت موجوده النهارده في المران، التشكيله الرسميه، القوام الاساسي، كل لاعبي الاهلي اللي كانوا موجودين في المنتخب النهارده كانوا موجودين في المران. التدريب كان صباح اليوم تحت قياده السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيره، ودي التدريبات يعني نقدر نقول الاستعداد لمباراه المقاولين في كاس مصر، المباراه ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي الساعه 5، ودي ضمن لقاءات دور الثمانية في كأس مصر الموسم الماضي، لسه كأس مصر الجديد لسه ما تلعبش، لكن دي مسابقة الكأس اللي فاتت. كولر عقد محاضرة مع اللعيبة قبل أداء المران، وكلكم شايفين طبعا على الشاشة يمكن عمار حمدي خلاص في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي، يمكن نفسه بقى يشارك ويمسك الكورة ويلعب بالكورة، لكن ده ضمن الخطة الموضوعة عليه من الطبيب. كمان قدامنا بيرسي تاو بنيولك الجديد، محمد شريف، احمد عبد القادر، يعني ان شاء الله باذن الله يكون الفريق في اتم الجاهزيه وما نتضررش من فكره توقف الدوري الفتره الاخيره، والفريق يرجع لمباراه المقاولين بنفس المستوى اللي نهى به المرحله الاولى اللي لعب فيها 3 مباريات في الدوري، لعب فيها مباراتين في افريقيا وظهر فيها الحمد لله بشكل جيد. قدامنا كمان علي لطفي، قدامنا معظم اللاعبين الحمد لله، محمد الشناوي، قلت لكم يمكن حتى ياسر ابراهيم، حسين الشحات، كل العناصر اللي كانت بتشارك مع المنتخب الحمد لله النهارده كانوا موجودين في المران. كان في مران كمان لحراس المرمى تحت قياده ميشيل يانكون،
وركز فيه على التدريبات الفنية والخططية، وكان في تقسيمة بالكرة ما بين اللاعبين في إطار تجهيز الجميع للمباريات، وخلاص يبدو كده أن ما فيش أي مباراة ودية قبل مواجهة المقاولين العرب. خلال الأيام اللي جاية هنطمن بإذن الله على حالة حمدي فتحي، وهنطمن أكتر كمان على عمرو السولية، هو قدامنا الحمد لله كمان موجود في المران الجماعي، محمود متولي كمان هنحاول نطمئن عليه خلال الفترة الجاية. يمكن دول أبرز اتنين محتاجين نشوفهم من بإذن الله الفترة الجاية، هل يقدروا يشاركوا في مباراة المقاولين ولا هيكونوا جاهزين بعد لقاء المقاولين، سواء حمدي فتحي أو حتى محمود متولي. طيب دي الأخبار الخاصة بفريق النادي الأهلي، ولكن أكيد السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة في ظل انشغال الجميع بالمونديال وكأس العالم، الكل بالتأكيد عايز يعرف إيه اللي بيتكتب على الأهلي في صفحات التواصل الاجتماعي وأيضا كمان بيجات المواقع الرياضية بخصوص النادي الأهلي في هذه الفترة. نبدأ ترند الأهلي وحساب المصري الرياضي وبيتكلم على حمدي فتحي. بدأت كلامي وأنا بتكلم على حمدي فتحي، محتاجين الفترة الجاية نطمن عليه هو ومحمود متولي، لكن المصري الرياضي رايح بينا في سكة إن حمدي فتحي بيشعل أزمة كبيرة بين الأهلي ومنتخب مصر. قالوا وفقا لمصدر إن في تضارب في التصريحات ما بين الجهاز الطبي للمنتخب حول إصابة حمدي فتحي وبين الحالة الفعلية للاعب بعدما خضع للكشف الطبي في الأهلي عقب انضمامه للتدريبات. الخبر اللي قدامي بيقول إن دكتور محمد أبو عبلة أو دكتور محمد أبو عبلة طبيب المنتخب قال إن حمدي فتحي يمكن عنده معاناة أو بيعاني من بعض الإجهاد العضلي، محتاج أسبوع راحة، ولكن بعد إجراء الكشف الطبي عليه من الجهاز الطبي للنادي الأهلي ومرور أسبوع حالة حمدي لم تتحسن، فبالتالي لسه محتاج فترة تانية عشان يعني يشفى من الإجهاد العضلي اللي موجود فيه، وبالتالي هيخضع اللاعب كمان لاختبار طبي خلال الفترة اللي جاية. أعتقد الأشعة بنسبة كبيرة هي اللي هتكون فاصلة في مسألة إصابة حمدي فتحي، لكن على المستوى الشخصي بتمنى بإذن الله إن ما تكونش في إصابة عضلية تبعد حمدي لفترة طويلة من المباريات. وللأسف أحيانا بتيجي لعيبة الأهلي من مباريات المنتخب أو تدريبات المنتخب بحس إن في إصابات عضلية نتيجة إن المران في المنتخب أو التدريبات في المنتخب ما بتكونش بنفس الأحمال البدنية اللي جاي بها اللاعب من تدريبات النادي، وده بيتسبب في إصابات عضلية. لو بيحصل تنسيق أعتقد الأمور دي هتفيد المنتخب وهتفيد النادي الأهلي. أتمنى جهاز المنتخب يشتغل على الجزئية دي ويعرف كل لاعب جاي له الحمل البدني اللي كان شغال عليه، وده اللي كان الأهلي اشتغل عليه الفترة اللي فاتت وما خلاش ياسر إبراهيم ينضم للمنتخب، لأنه كان ممكن جدا يتعرض لإصابة بنفس الشكل اللي تعرض بيها محمود متولي واللي حاليا تعرض ليها حمدي فتحي. طيب كورة بلس بيتكلم على إن في قرار من اتحاد الكورة بإقامة جميع مباريات الكأس بتقنية الفي آر يوم السبت والحد اللي جاي في دور الثمانية. ده كلام مهم جدا بالنسبة لكأس مصر في الموسم القديم، هتتلعب مباريات السبت والحد في دور الثمانية بتقنية الفي آر، وده شيء كويس جدا حتى لو كانت في مباراة منهم اتلعبت قبل كده بدون تقنية الفي آر، مش هيأثر على أي شيء هذا القرار. حساب بطولات واخد تصريحات مهمة جدا لوكيلة بيرسي تاو واللي اتكلمت فيه وحسمت موقف تاو من الرحيل عن الأهلي بعد تصريحات هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا. وكيلة بيرسي تاو في تصريحاتها لكيك أوف الجنوب إفريقية، هي صحيفة في جنوب إفريقيا، قالت فيها بيرسي تاو لديه عقد في الوقت الحالي، أكيد بيتلقى عروض، ولكن اللاعب مستمر في الأهلي وبيحظى باحترام الجميع داخل النادي الأهلي، واللاعب أيضا سعيد بمواصلة المشوار مع النادي الأهلي. أكيد العروض ستنهال على بيرسي تاو كل فترة، ولكن طالما اللاعب يشعر بالسعادة وطالما الأمور جيدة داخل النادي الأهلي وهذا ما يعتمد عليه ويريده في النهاية، وبالتالي عليه أن يركز ولا يزال عقده مستمر مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. أعتقد تصريحات وكيلة بيرسي تاو حسمت الأمر، لأن اللاعب حتى على المستوى الشخصي لما بنشوفه مع النادي الأهلي مبتسم، عمل نيولوك جديد، عايز يكمل وينجح مع النادي الأهلي، لأن لو رحل في التوقيت الحالي هو بيعتبر ده فشل ليه بنسبة كبيرة، خاصة أن تجربته في الدوري الإنجليزي لم تنجح تحديدا مع برايتون في الفترة السابقة. حساب الوطن سبورت بيتكلموا على انتقالات يناير، ميركاتو الشتاء بدأ مبكرا عبر المواقع الرياضية والسوشيال ميديا، بيقولوا إدارة الأهلي تطالب كولر بمراقبة بوبو ونيدفيد. الكلام في مصادر الوطن سبورت بيقولوا ان لجنه التخطيط اوصت برئاسه الكابتن محسن صالح في دخول مفاوضات جديده، يعني النادي الاهلي يدخل في مفاوضات جديده مع محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر اللي كان فيه مفاوضات معاه في الفتره السابقه
ولم تنجح أو لم يستكمل الأهلي هذا الأمر واستمر بنفس التشكيلة اللي معاه ولم يضم أكتر من 3 لاعبين. كمان في توصية بعودة كريم نيدفيد، كريم نيدفيد معار إلى فيوتشر، ولكن الفكرة في حد ذاتها طبقا للخبر اللي موجود أنه هو يرجع في يناير، ما يستكملش فترة الإعارة نظرا لأنه هو ماشي بشكل كويس وما يكملش فترة إعارة أو ما يتمش تمديد الإعارة ليه بعد الميركاتو الصيفي. طبعا الكلام كله سابق لأوانه وكلها يعني أنا شايفها اجتهادات شخصية من بعض الزملاء، لأن حتى اللحظة دي مارسيل كولر لم يحدد احتياجاته بشكل رسمي لأن الموسم أصلا لم يبدأ عشان نبدأ نحدد احتياجاتنا في الفترة اللي جاية. ما لعبناش غير 3 مباريات في الدوري ومباراتين في إفريقيا، فلسه قدامنا كمان حوالي 2 أسبوع 3 أو شهر على ما يبدأ كولر يتكلم في احتياجات ميركاتو الشتاء. أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونستكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. نجح المنتخب السعودي في تحقيق المفاجأة في كأس العالم في الدوحة. الفوز في اللقاء الأول أمام الأرجنتين كانت نتيجة مفاجأة لكل السادة المشاهدين ومتابعي كرة القدم في العالم. جماهير السعودية نجحت في صناعة الحدث في مونديال قطر. اهلا بحضراتكم من جديد ونروح للترند المونديال، نشوف ابرز الامور والاخبار الموجوده في كاس العالم فيفا قطر 2022. واول حاجه معايا حساب المنتخب السعودي على تويتر واللي بيقول ياسر الشهراني يصل الرياض. غادر اللاعب ياسر الشهراني صباح اليوم مدينه حمد الطبيه بالدوحه بعد نقله بالاخلاء الطبي الى مستشفى الحرس الوطني بالرياض، وسيجري عمليه جراحيه خلال الساعات القادمه حسب الخطه العلاجيه التي وضعها الجهاز الطبي له. دعواتنا للاعب بالسلامة والشفاء العاجل. ألف مليون سلامة على البطل ياسر الشهراني الظهير الأيسر لمنتخب السعودية. بالمناسبة إصابة ياسر الشهراني معناها أن مفيش بديل، مفيش ظهير أيسر موجود في منتخب السعودية خلال المباريات القادمة. النهاردة كمان سلمان الفرج للأسف لن يستكمل مباريات كأس العالم مع المنتخب السعودي، يمكن إصابتين ولاعبين مؤثرين بشكل كبير جدا مع المنتخب السعودي، لكن باقي اللاعبين رجالة بمعنى الكلمة تحت قيادة الثعلب هيرفي رونار، مدرب قدير، مدرب نجح بشكل كبير جدا مع كل المنتخبات التي دربها منذ 2012، البداية مع زامبيا ثم الكوت ديفوار ثم المغرب والآن مع المنتخب السعودي. نروح كمان لإي بي إل وورلد وبتتكلم على أحد نجوم منتخب السعودية، بتتكلم على حسن تامباكتي، قال لك كسب جميع الثنائيات على الأرض مع لاعبي منتخب الأرجنتين، نسبة النجاح 100%. كان لاعب مميز جدا وعمل أداء رائع جدا على ليونيل ميسي. ميسي بعد أول 10 دقايق اختفى تماما من الملعب، محدش شافه طوال ال 80 دقيقة بخلاف الوقت الضائع. طبعا النهارده كان يعني يمكن هذه المباراة لعب فيها ما يقرب من حوالي شوط أو نص شوط وقت ضائع ما بين الشوط الأول والشوط الثاني. حسان عنده 23 سنة فقط، هل تراه مناسبة للاحتراف؟ بالمناسبة السؤال ده مهم جدا. ليه السؤال ده مهم؟ كل لاعبي منتخب السعودية بيلعبوا في الدوري السعودي، أو بمعنى أدق التشكيلة الأساسية والرئيسية للعبة قدام الأرجنتين منهم 8 لعيبة بيلعبوا في نادي الهلال السعودي، بل كمان منهم 2-3 مش أساسيين في نادي الهلال ومع ذلك تألقوا بشكل كبير جدا أمام منتخب الأرجنتين، التانجو الأرجنتيني اللي خسر بشكل مفاجئ 1-2 أمام منتخب السعودية. نروح كمان لحساب يلا كورة وتصريحات لوليد الرجراجي. النهاردة قدر يعمل تعادل جيد مع كرواتيا، وكمدرب للمغرب قال أعتقد أننا احترمنا المنتخب الكرواتي كثيرا في بعض الأحيان ولكن النتيجة في النهاية جيدة. وليد الرجراجي النهاردة اعتمد على أداء مميز لياسين بونو حارس المرمى وتفوق لرباعي خط الدفاع، الظهير الأيمن يلعب في بايرن ميونخ والظهير الأيسر بيلعب في باريس سان جيرمان، لاعبين مميزين ولكن ينقص المنتخب المغربي الانتقال في الخطة الهجومية أو نقل الكرة من الدفاع للهجوم بشكل أسرع عشان يقدر يحقق نفس الأداء والنتيجة اللي حققته السعودية في المباراة الأولى. طيب نروح كمان لسبورت 360 مصرية وبيتكلموا على أن الحارس نصف الفريق، تألق الثلاثي في الجولة الأولى بالمونديال، محمد العويس حارس السعودية، أيمن دحمان حارس تونس، ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، حراسة مرمى منتخباتنا العربية في أمان. أنا شايف الحارس مش نص الفريق، ده الفريق كله بعد الأداء الجيد تحديدا من ياسين بونو النهاردة أمام كرواتيا وصيف العالم. طب نروح لحساب يلا كورة وبيقولوا أن حاجة تاريخية بالنسبة للوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا، قالوا عليه هو أصبح أول لاعب أوروبي في تاريخ كرة القدم يلعب في كأس العالم وبطولة أوروبا في 3 عقود مختلفة
في ثلاث عقود مختلفة. طبعا ده هنا بنتكلم على تاريخ كبير جدا للوكا مودريتش. احنا بنتكلم مودريتش حوالي 37 سنة، يعني لعيب خبرة كبيرة وسنه كبير ومجهوده كمان كبير. كان النهارده ممكن ياخد انذار، لكن يعني تم اتخاذ عن الانذار ليه في وسط الملعب. لكن لوكا مودريتش من اللعيبة المهمة جدا في منتخب كرواتيا. حساب الاتحاد الدولي، حساب كأس العالم على تويتر، بيقول ان لوكا مودريتش حصل على جائزة افضل لاعب في مباراة المغرب وكرواتيا. يبدو ان الامور الاعلانية بتبقى مهمة جدا في تحديد مان اوف ذا ماتش. يعني النهارده من وجهة نظري نجم المباراة النهارده هو ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، او مرابط نجم خط وسط المنتخب المغربي. ما شفتش النهارده في كرواتيا لاعب مميز، لكن لوكا مودريتش طبعا نجم كبير، والسوق الاعلاني بيفرق جدا في تحديد كمان مان اوف ذا ماتش. طيب نروح كمان لحساب المنتخب الفرنسي على تويتر، واللي بيقولوا ان الرباط الصليبي بينهي مشوار لوكاس هيرنانديز في كاس العالم. تعرض لاصابه قويه، والرباط الصليبي يعني بمعنى ادق نقدر نقول لوكاس هيرنانديز خلاص الموسم بالنسبه له انتهى، مش كاس العالم بس. نروح كمان لحساب كريستيانو رونالدو على تويتر، واللي نشر بيان وقال فيه بعد الانفصال اللي تم مع المان يونايتد بالامس. كريستيانو قال ايه؟ سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق الطرفين وبشكل فوري. يود النادي توجيه الشكر لرونالدو على ما قدمه معنا خلال فترتين، مسجلا 145 هدف خلال 346 مباراة، ونتمنى له ولعائلته الأفضل خلال المستقبل. الكل في مانشستر يونايتد يبقى مركزا على تطور الفريق تحت قيادة المدرب إيريك تنهاج، والعمل سويا لتحقيق النجاح. آخر حاجة معايا في ترند المونديال وحساب في الجول، وهو بالتأكيد قرار من الاتحاد الإنجليزي اللي قرر فيه إيقاف رونالدو مباراتين وغرامة 50,000 جنيه استرليني بسبب تحطيم هاتف مشجع إيفرتون. طبعا بعد انتقال كريستيانو من مانشستر يونايتد، هل ينتقل للمان سيتي؟ ده هنشوفه الفترة الجاية. بس حتى لو انتقل للمان سيتي هيتعرض لإيقاف المباراتين بعد هذه الواقعة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع للفقرة الأخيرة معنا في برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد. الجزء الاخير من البرنامج الترند، الرد على السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه ومشاركات الجماهير في رايكم بخصوص التقنيه الجديده لاحتساب الوقت المحتسب بدل الضايع في كاس العالم فيفا قطر 2022. نشوف الاراء مع بعض، ونبدا بالاستاذ سامي. بيقول مساء الخير عليك يا استاذ محمد، اهلا بيك. فكره جيده وعادله وتغلق على اللاعبين فرصه تضييع الوقت، وخاصه حراس المرمى. تحياتي لحضرتك. طب نشوف راي تاني. أستاذة منى بتقول للأسف الشديد عندنا هنا هيستخدموها أسوأ استخدام، مش بعيد يعملوها شوط ثالث. بالمناسبة هي التقنية معمولة عشان الفيفا عايز يعدل في وقت مباريات الكورة خلال الفترة الجاية تبقى ثلاث أشواط، فبيجربوا لو احتمال غيرنا في قانون اللعبة. أستاذ محمد خليفة بيقول حاجة محترمة جدا تؤكد أن العالم بيشتغل على تطوير لعبة كرة القدم بما يحقق العدالة بين كل المتنافسين، لكن عندنا في مصر لسه شغالين بتقنية الاحتواء. ماشي. لسه تقنية الاحتواء مسيطرة على غرفة الفي آر. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله الحلقة الأسبوع القادم نلتقي في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.